لو اهلا بيكم. الحلقة الرابعة بتبدأ بعد ما ابراهيم وجنيفر نجحوا ان هم يطلعوا الجنية اللي على الولد ربيع. طبعا جنيفر بتاخده في حضنها وبتحاول تهديه، وفي نفس الوقت ابراهيم بيحاول يطمنه وبيسأله على ناصر اللي هو وصله لابليس اللي مضى معاه العقد. لكن طبعا ربيع بيقول له انه ما يعرفش عنه اي حاجة خالص، لكن ممكن يدله على القهوة اللي بيقعد عليها. طبعا ربيع بياخده عشان يرجعه لأهله اللي مامته بيكون بقالها مدة طويلة جدا ما شافتوش وما تعرفش عنه أي حاجة، وبيديله فلوس وبيسيبه مع مامته ويمشي. طبعا البوليس بيحاولوا يحلوا لغز قتل خالد اللي لسه معرفوش مين اللي قتله، لكن من التحريات كده عن طريق التليفون بتاع خالد عرفوا انه قابل مقاول في اليوم اللي اتقتل فيه، وكمان عرفوا انه خرج في نفس اليوم اتعشى مع ابراهيم، ومن الجرسون بتاع المكان اللي اتعشوا فيه عرفوا طبعا كل مواصفات الشخص اللي كان معاه اللي اتأكدوا ان هو ابراهيم. ابراهيم قدم استقالته في الشركة، وبيرجع البيت يلاقي زينة مسكاله القميص الازرق الغرقان في الدم اللي هو كان خباه منها في الزبالة. طبعا القميص ده اللي كان لابسه ساعة ما قتل خالد، لكنه بيقول لها انه رماه لانه كان متوسخ جدا، علشان وهو ماشي في الشارع شاف ولد خبطته عربيه وهو حاول ينقذه فالقميص اتوسخ بالدم عشان كده هو رماه. زينه طبعا شكلها مش مرتاح لكلامه، غالبا شك في كلامه. ابراهيم بيدخل ياخد شاور، بيشوف العلامه بيلاقيها كبرت اكتر واكتر، وفجاه بيلاقي نفسه كانه في الجحيم وبيشوف ابليس اللي بيقول له باقي 4 ايام واخد روحك. بيتفزع طبعا. في اللحظه دي زينه بتنادي عليه بتقول له يلا يا ابراهيم العشاء هيبرد. يوم العزاء بتاع خالد ابراهيم بيروح العزاء، وكمان الاتنين ضباط اللي دايما ماشيين وراه بيحققوا في القضية هم كمان بيروحوا العزا، وفي نفس الوقت المقاول كمان موجود في العزا اللي بيحاول يكلم ابراهيم وبيلمح له انه عارف انه اتعشى مع خالد، وبيلمح له انه يعرف حاجات تانية كتير قوي وممكن يتكلم، وكمان عايزه يشغله في مقاولات كتير قوي طبعا بيهدده. ابراهيم في وسط العزا بيشوف خالد القتيل قاعد جنبه على الكرسي وهو غرقان في دمه طبعا، وبيكون متأكد انه قاعد جنبه. بعد ما العزاء بيخلص ابراهيم بيطلع علشان يروح، لكن بيتفاجئ بالاتنين ضباط واقفين مستنيينه اللي هو اصلا ما كانش يعرف ان هم موجودين في العزاء، وبيسمعوا الفويس اللي هو بعته لخالد وبيقول له انا عايز اقابلك ضروري جدا، وكمان بيعرفوه ان هم تأكدوا انه كمان قابله في اليوم ده. طبعا ابراهيم بيقول لهم انا كنت متوتر وما كنتش مركز ان انا اقول ان انا كلمته او بعت له فويس او قابلته، لان انا اتفاجئت بموته وكنت متوتر. طبعا الضابط بيأكد له ان المواصفات اللي قالوا له عليها في القهوة هي كلها مواصفاته، وكمان كان لابس قميص ازرق وكمان عينيه زرقاء. هو بينكر وبيقول لهم انا ما حصلش وما روحتش اتعشيت معاه في مكان. كل ده والمقاول واقف بيشوف المشهد من بعيد وشكله كده مش مريحني، غالبا ناوي على حاجة. تاني يوم بقى ابراهيم بيصحى من النوم بيحاول بسرعة يخرج من البيت قبل زينة ما تشوفه عشان ما تكلموش في اي حاجة تخص القميص، لكنها بتقلق وبتنادي عليه وبيرجع ويسألها عايزة ايه، فبتقوله انا بطمن عليك، وبتسأله وتقوله انت عرفت خالد اتقتل ازاي. ابراهيم بيتهيأ له ان هو بيرد عليها بعنف جدا وبيضربها، لكنه بيفوق بسرعة بسرعة ويروح يقرب منها يبوس راسها ويرد عليها بمنتهى اللطف ويقول لها اكيد معرفش اتقتل ازاي. بيتفق معها كمان ان هما يخرجوا يتعشوا برا بالليل، بس دلوقتي عنده شغل مهم جدا ولازم يمشي. طبعا هو ما قالهاش انه قدم استقالته. كل ده والبوليس ماشي ورا ابراهيم خطوة بخطوة وهو ولا واخد باله. ابراهيم طبعا راح يقابل جنيفر علشان يروحوا يشوفوا الراجل اللي قال لهم عليه الولد ربيع، فبيروحوا على القهوة يفضلوا قاعدين مستنيينه يمكن يظهر قدامهم علشان ياخدوه ويحاولوا يقرروا يعرفوا منه كل حاجة. فعلا بيظهر وابراهيم بيشوفه وبيحاول يوصله، أول ما بيشوفه بينادي عليه وبيقول له أحرمان، لكن الراجل بيسيبه وبيطلع يجري وبيفضل يجري وراه. ونتفرج بقى ونشوف مطاردة عفاريتي كده، يعني بيبقى على الأرض وفجأة نلاقيه طار وطلع على العمارة ويرجع يطير من سطح عمارة لسطح عمارة تانية، كله طيران في طيران بقى وحاجة عفاريتي خالص. في نفس الوقت ده بيروح الضابط على الترابيزة اللي كان قاعد عليها إبراهيم ويمسك إزازة المية علشان ياخدها طبعا يحلل البصمات.
بيجي ابراهيم بعد المطارده اللي عملها ومعرفش يوصل لاحرمان، بيلاقي الضابط ماسك الازازه وبيفاجئه وبيقول له انه هيحللها علشان يعرف لو كانت البصمات دي هي نفسها مطابقه للعينه اللي على الجثه ولا لا. طبعا ابراهيم بمنتهى الثبات والبرود بيرد عليه وبيقول له كنت قول لي وانا اجي لك لغايه عندك واجيب لك عينه، لكن اكيد من جواه مرعوب طبعا. والضابط بيرد عليه وبيقول له ما تقلقش، لو العينه طلعت مطابقه انا اللي هاجي اخدك بنفسي. طبعا احرمان لسه بيجري وهربان وعلشان يحاول يخلص باي طريقه من ابراهيم. في الوقت ده بتكون جنيفر واقفه بالعربيه اللي بتفكر بسرعه بسرعه وبتمشي بالعربيه، بتخبطه بتصدمه وبتاخده تحطه في السياره. بيجي ابراهيم بيتفاجئ بيه معاها وبياخدوه ويطلعوا على بيت عيدان الشريف. هناك بقى ابراهيم بيفضل يضرب فيه وطبعا ربطه في الكرسي وبيحاول يعرف منه اسمه الحقيقي، لكن بيرفض تماما انه يقول له على اسمه، وبيقعد بقى يغيظ ويضايق ويحرق في دمه ويقول له انت روحك خلاص فاحت، انت قدامك وقت قليل قوي وعقدك يتنفذ، انت ليه طماع، انت ليه عايز تاخد كل حاجه وما تدفعش اي حاجه، انت ماضي على عقد ولازم تنفذه. طبعا ابراهيم كل ده بيضرب فيه وبيقوله لازم توصلني للي مضيت معاه العقد. فجأة احرمان بيفك الاربطة بتاعته وبيبدأ بقى حركات عفاريتي ويطير فوق في السقف وينزل يمين وشمال وطاق طاق طاق يضرب فيهم هما الاتنين، نازل فيهم ضرب بكل قوته. لكن في نفس اللحظة ابراهيم بيجيله القوة الخارقة اللي بتجيله وينزل ضرب فيه برضو، لكن بيحاول احرمان ينتصر عليه وبيحاول يخنقه. في اللحظة دي بتفكر جنيفر بسرعة وبتروح تجيب سيخ حديد محطوط في الدفاية مولع نار وتحاول عشان تموته. طبعا احرمان بيقول لها انا ما بموتش، فبتقول له لكن انت مش هتقعد في جسد ميت، وبتضربه فعلا بالسيخ الحديد اللي مولع نار وبيموت. في اللحظة دي بيطلع الجن من جواه وبيطير خالص تماما وبينزل طبعا قتيل على الارض، الجسم اللي كان ساكن جواه بياخدوه هما الاتنين ويروحوا ويرموه في النيل. طبعا حالة ابراهيم صعبة جدا لانه افتكر ان هو قتل قبل كده خالد وبرضه قتلوا تاني حد كمان، فمتضايق جدا وحزين انه قتل اتنين. ابراهيم بيقول لجنيفر انه حزين انه دمر الفرصة الوحيدة اللي كانت هتوصله لابليس اللي وقع معاه العقد، لكنها بتقوله لسه في امل وهنلحق ان شاء الله، وبتنصح انه يحاول يقضي الوقت اللي بقيله مع مراته حبيبته اللي عمل كل ده عشانها. بتوصله لبيته فعلا، بس هناك البوليس لسه واقف عند باب البيت مستنيه بالعربية. بيدخل البيت بيلاقي طبعا زينة محضرة له عشاء حلو قوي وكمان سهرة حلوة هيسهروها مع بعض. هما الاتنين في منتهى السعادة وبيضحكوا ومبسوطين، لكن فجأة بنسمع صوت زينة بتصرخ وبتزعق ابعد عني ابعد عني، وبنشوفها فجأة قدامنا هدومها كلها متقطعة مضروبة جامد جدا ودم مالي وشها. ابراهيم بيقول لها مش انا مش انا ده واحد تاني، ولسه يدوب عايز يحكي لها وبيقول لها لما كنت في المستشفى وناوي يحكي لها كل حاجة، لكنها بتفاجئه وبتقول له اكيد انت اللي قتلت خالد، اكيد فضلت تضرب فيه لغاية ما مات في ايدك. طبعا هي بتقول له كده بعد اللي حصل معاها. ابراهيم طبعا مصدوم وبيقول لها عمري ما فكرت اذيكي ولا عمري فكرت اذي اي حد، لكن هي مصممه انها تطرده وبتقول له امشي من قدامي مش عايزه اشوف وشك تاني، انت مريض ولازم بتعالج، اطلع بره اطلع بره، وبتطرده بره البيت خالص. ابراهيم طبعا حزين جدا جدا بعد كل اللي عمله عشانها، دبح حياته عشانها، ازاي هتضيع منه؟ معقوله؟ بنشوف كمان جنيفر وهي راجعة في الطريق بعد ما وصلته وبتفتكر ان هي قتلت واحد بريء، وكمان بتفتكر عيدان لما انتحر. ابراهيم طبعا بعد ما زينة طردته بيسيب البيت ويمشي، لكن البوليس وراه برضو بعربيته. والغريبة بقى ان زينة حالتها صعبة جدا ومنهارة، وبتتصل بسامي زميلها في المدرسة، لكن سامي داخل بيت عنده واحدة ست شكلها كده للأسف بتكون جوزها، لأنها بتقول له جوزي مش راجع دلوقتي. وفي نفس الوقت بتشوف نظرات غريبة قوي على سامي شكلها كده مش مريح، وبيقول لزينة لو عايزين أجيلك دلوقتي أنا ممكن أجيلك،
فزينة بتقوله لا مش مشكلة، هنشوف بعض بكرة في المدرسة. في الوقت ده بيحضن الست اللي معاه، وبنشوف ظهره اللي عليه عجلة إبليس كبيرة جدا زي ما توقعت. فعلا شكله مريب قوي، يا ترى ايه اللي وراه بقى؟ اكيد وراه حكاية كبيرة لسه ما تعرفتش. طبعا إبراهيم لما راح الفندق اللي راح عشان يقعد فيه، أول ما بيدخل الأوضة بيفتكر كل الأحداث اللي هو مر فيها، واللي هو مستغرب إزاي وصل للحالة دي. بينزل تكسير في الغرفة ما بيسيبش فيها ولا حتة سليمة، كسر شاشة التلفزيون، كسر كل حاجة كل حاجة كل حاجة، ما سابش أي حاجة سليمة. كده بقينا حلقتين ويخلص المسلسل، تفتكروا هيخلص على إيه؟ طبعا هو شكله كده يعني خلاص قربنا نوصل ونشوف، تفتكروا هيموت ولا تفتكروا هيعرف يسترد روحه اللي باعها؟ هينتصر ولا لأ؟ نشوفكم إن شاء الله مع الحلقتين الجايين، وإلى اللقاء، مع السلامة.